السيدات والسادة، أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نجتمع اليوم من جديد تحت سقف طموحاتنا المعتاد، تحت هذه السماء التي تتلألأ نجومها في كل مكان على هذه الأرض الشاسعة، ولكنها في دبي تبدو أقرب لناظريها. لما لا؟ وقد جاوزت الإنجازات هام السحب لتغدو في أفلاك النجاح أقماراً مضيئة. وفي دبي ندرك بأن التحديات هي التي تصنع المعجزات حقيقة، لا تعدو أن تكون ومضة من فكر يضاهي نوره الشمس لرجل علمنا عشق التحديات، سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله. الرجل الذي لم يذعن يوما لأي منها، جاعلا من مواقفه منارة لكل راغب في الوصول إلى مراتب المجد. أيها الحفل الكريم، تعودنا أن نترك المجال لحامل راية حمدان بن محمد للحكومة الذكية أن يشاركنا انطباعه عن الجائزة وأثرها على فريق عمله في العام الذي استضاف الراية، ولكن نظراً لتواجده خارج الدولة في مهمة رسمية، أترككم الآن مع هذه المقابلة القصيرة لسعادة سلطان بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، للتحدث عن فوز تراخيص بالراية لعام 2014. نتوجه بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس التنفيذي على إطلاقه جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للحكومة الذكية. نتشرف في تراخيص بأن نفزنا براية صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. إدارة التراخيص تشارك أول مرة وفزنا بجائزتين، جائزة الشامل للخدمات وجائزة أكبر عدد من الزبائن صوتوا لتراخيص. وأنا أوجه رسالة لكافة الدوائر الحكومية أن يطوروا أساليب جديدة ذكية مبدعة لخدمة الزبائن، ويكون تواصلهم مع الزبائن أكثر وباستمرارية. ولازم نقيم انطباعات الجمهور عن خدماتنا، ما نكتفي فقط أن نعتقد أن خدماتنا جيدة. خدماتنا جيدة إذا الزبائن فعلا استخدموها، وإذا فعلا استفادوا منها، وإذا أعطونا رأيهم أن هل هم مستفيدين منها أو عندهم مقترح كيف نحسنها، لأن الجودة هي استمرار في التحسن. السيدات والسادة، نجتمع اليوم وإياكم لنحيي الجهود وندفع بالإنجازات للمضي قدما في غمار الريادة. ففي ميادين العمل المخلص لا يأتي للتكريم ليختتم الجهود، وإنما يأتي ليحفزها نحو المزيد. واليوم نعلن قائمة المرشحين لنيل شرف الفوز بجائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية في عامها الثالث، إذ نحتفي وإياكم بالمبادرات التي رفعت من مستوى خدمات دبي والأفراد الذين ثابروا الابتكار الجديد وتقديم الأفضل، وقنوات الخدمة التي قدمت لنا جميع ما نصبو إليه في جهاتنا الحكومية في دبي. وعليه ندعو الآن سعادة عبد الله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي للتفضل بالصعود إلى المنصة لتكريم المرشحين. ولأن دبي هي مدينة التجدد، نبدأ وإياكم حفلنا لهذا اليوم بالإعلان عن أفضل ثلاث خدمات جديدة في دبي ضمن فئة أفضل خدمة حكومية جديدة لهذا العام. ثلاث مرشحين في هذه الفئة. المرشح الأول، خدمة شمس دبي من هيئة كهرباء ومياه دبي.
المرشح الثاني ضمن هذه الفئة خدمة سند من هيئة تنمية المجتمع. المرشح الثالث ضمن هذه الفئة خدمة ترام دبي من هيئة الطرق والمواصلات. أتمنى التوفيق والسداد لهذه الجهات، وننتقل الآن إلى فئة أفضل مبادرة حكومية ريادية، وقد ترشح هذا العام ثلاث مرشحين لفئة أفضل مبادرة حكومية ريادية. المرشح الأول مبادرة التذاكر الإلكترونية من دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي. المرشح الثاني لمبادرة أفضل مبادرة حكومية ريادية الجهة المرشحة لمبادرة تنديم من بلدية دبي. المرشح الثالث لفئة أفضل مبادرة حكومية ريادية مبادرة مؤسستي تهتم بطفولتي من مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال. سنعلم في الحفل الختامي بإذن الله لهذه الجائزة من سيحالف التوفيق للفوز بهذه الفئة. والآن مع فئة أفضل شراكة حكومية، وهي الفئة التي تحفز الشراكة المثمرة بين الجهات الحكومية المختلفة والتي يجني ثمارها جمهور المتعاملين في إمارة دبي. وقد ترشح ضمن هذه الفئة ثلاث مرشحين مبادرة تكامل من هيئة كهرباء ومياه دبي. وندعو هيئة كهرباء ومياه دبي ترافقها دائرة الأراضي والأملاك للصعود إلى المنصة. المرشح الثاني لهذه المبادرة مبادرة تم من الفريق الأحمر لبناة المدينة، وندعو كل من مدراء العموم لهيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان للصعود إلى المنصة. المرشح الثالث ضمن هذه الفئة مبادرة نظام الاستعلام المبكر عن المسافرين من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي. ندعو الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وهيئة الطيران المدني وجمارك دبي والقيادة العامة لشرطة دبي للصعود إلى المنصة.
كل الأمنيات بالتوفيق لجميع هذه المبادرات. والآن دعونا نتعرف على أفضل الممارسات لإشراك الجمهور في تحسين وتقديم الخدمات، وذلك في فئة أفضل شراكة مع الجمهور. وقد ترشح عن هذه الفئة مبادرة نافذتي من هيئة الطرق والمواصلات. المرشح الثاني لهذه الفئة مبادرة شريان من هيئة الصحة بدبي. نشكر فرق الابتكار على جهودها السنوية للخروج بهذا الكم الهائل من المبادرات المبدعة والتي تجعل من حياتنا في دبي أسعد. نحتفي بالجهود الداخلية في الجهات الحكومية في فئة أفضل تعاون داخلي، وقد ترشح هذا العام المرشح الأول مبادرة إجراءات التخليص الجمركي من جمارك دبي. المرشح الثاني ضمن هذه الفئة فئة أفضل تعاون داخلي ومبادرة نظام إدارة الحالات الذكي من مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال. نتوجه بالشكر لجميع فرق العمل الحكومية لجهودها الدائمة خلف الكواليس للارتقاء بواقع الخدمات في حكومة دبي. والآن مع فئة أفضل شراكة مع القطاع الخاص، وقد ترشح لهذا العام مبادرة المتابعة الإلكترونية لنقل البضائع من جمارك دبي. المرشح الثاني لهذه الفئة أفضل شراكة مع القطاع الخاص مبادرة نحن نغذيك من هيئة الصحة بدبي. والمرشح الثالث لهذه الفئة مبادرة مركز الخدمة المتنقل أينما كنت من القيادة العامة للشرطة دبي. يا ترى من هذه المبادرات سيعتلي منصة الفوز في حفل الجائزة الختامية؟ الإجابة ستكون في منتصف ديسمبر القادم. وكما أصبح معلوم لديكم، فسيقوم جمهور متعاملي حكومة دبي باختيار المبادرة الأفضل من جميع المبادرات المرشحة وعددها هذا العام 13 مبادرة، وذلك خلال فترة تصويت الجمهور. نذكركم أن الجهة الفائزة بأكبر عدد من أصوات الجمهور ستنال شرف استضافة رائد حمدان بن محمد للحكومة الذكية لعام كامل بإذن الله. والآن ننتقل للتعرف على أفضل قنوات تقديم الخدمة في دبي. نبدأها بمراكز الخدمة والتي تقدم ما نسبته 35% من مجموع الخدمات في حكومة دبي. وقد ترشح عن فئة أفضل مركز خدمة لهذا العام المركز الرئيسي من غرفة دبي. المرشح الثالث المركز الرئيسي من سلطة مدينة دبي الملاحية. المرشح الرابع مستشفى لطيفة من هيئة الصحة بدبي.
المرشح الخامس لهذه الفئة مركز ديرة من هيئة الطرق والمواصلات. وفي فئة أفضل مركز خدمة مشترك ترشح لهذا العام مركز الكرامة من بلدية دبي. وندعو بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات للصعود إلى المنصة. كما ترشح عن هذه الفئة مركز شرطة المرقبات من القيادة العامة لشرطة دبي. وندعو كل من القيادة العامة لشرطة دبي ومحاكم دبي والنيابة العامة للصعود إلى المنصة. كل الأمنيات للمراكز المرشحة بالتوفيق في حفل الجائزة الرئيسي. حفلنا الكريم قام مركز نموذج دبي في وقت سابق بإعلان المعايير الموحدة لتقديم الخدمات الحكومية عبر مراكز الاتصال لحكومة دبي. وقد قام المركز بالإشراف على تقييم مراكز الاتصال بدبي تمهيدا لتكريم الأفضل منها. وقد ترشح هذا العام ضمن فئة أفضل مركز اتصال مركز اتصال هيئة الطرق والمواصلات سالك. المرشح الثاني ضمن هذه الفئة مركز اتصال القيادة العامة لشرطة دبي 901. المرشح الثالث ضمن هذه الفئة مركز اتصال هيئة الطرق والمواصلات الحجز والتوزيع. نتمنى للجهات الحكومية ومراكز اتصالها المرشحة كل التوفيق في هذه الفئة. حفلنا الكريم من الجهود المبذولة لتحسين وتقديم الخدمات الحكومية بدبي تستوجب منا أن نقف لتقديرها. لذا دعونا الآن نتوجه لتكريم الأفراد والفرق التي عملت بجد طيلة عام كامل لتغيير واقع الخدمات الحكومية بدبي. ونبدأها بالنجوم الذين يتألقون في صفوفهم الأمامية من مواقع تقديم الخدمة. وقد ترشح في فئة أفضل نجم خدمة كل من المرشح الأول الأخت زهرة قنبر الأنصاري من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. المرشح الثاني السيد خليفة خالد العنزي من هيئة كهرباء ومياه دبي. المرشح الثالث السيد محمد فوزي مصطفى من هيئة الصحة بدبي. المرشح الرابع الأخت سميرة عبد ربه ثابت من القيادة العامة لشرطة دبي. المرشح الخامس الأخت عزيزة محمد البلوشي من النيابة العامة.
المرشح السابع وهو السيد فهد عمر باصليب من هيئة الصحة بدبي. المرشح السابع الأخت فريدة مجبل مالكي من مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال. المرشح الثامن السيد أشرف محمد أبو يوسف من القيادة العامة لشرطة دبي. المرشح التاسع ضمن هذه الفئة السيد مراد بشير مصطفى من بلدية دبي. المرشح العاشر ضمن هذه الفئة السيد هشام سالم مبارك من مؤسسة مطارات دبي. ومن نجوم الخدمة إلى فئة أفضل نجم للتكامل الذكي، وهم أولئك المجتهدون بصدق لتحقيق التكامل بين مختلف القنوات المختلفة ولزيادة مستخدمي القنوات الذكية. وقد ترشح عن هذه الفئة السيد عبد الله غلوم البستكي من هيئة الطرق والمواصلات. المرشح الثاني ضمن هذه الفئة الأخت موز إبراهيم الأكرف من هيئة كهرباء ومياه دبي. ومن مدراء المواقع والتطبيقات الذكية إلى مدراء مراكز الخدمة، حيث ترشح ضمن فئة أفضل مدير مركز خدمة لهذا العام كل من السيد سعيد سيف الخصيبي من دائرة الأراضي والأملاك. المرشح الثاني ضمن هذه الفئة السيد محمد حامد فاروقي من هيئة الصحة بدبي. المرشح الثالث ضمن هذه الفئة السيد عيسى إبراهيم الشامسي من مؤسسة مطارات دبي. نتمنى لهؤلاء المخلصين كل التوفيق للفوز بهذه الفئة، وهم دائما ما يفوزون برضا عملائهم في مراكزهم المميزة. والآن مع فئة أفضل مدير مركز اتصال، وقد ترشح عن هذه الفئة والتي تطرح لأول مرة ضمن جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية، وترشح كل من المرشح الأول السيد محمد عمر باكير من هيئة الصحة بدبي. المرشح الثاني ضمن هذه الفئة السيدة تانيا ماري بارتون من هيئة الطرق والمواصلات. والآن مع فئة أفضل فريق ابتكار، وهي فرق تحسين الخدمات التي تشكل في الجهات الحكومية بدبي للعمل على تطبيق منهجية نموذج دبي للخدمات الحكومية وابتكار المبادرات الرائدة لتطوير هذه الخدمات، وذلك بالتعاون مع مركز نموذج دبي. وقد ترشح هذا العام عن هذه الفئة فريق ابتكار هيئة الصحة بدبي. والمرشح الثاني ضمن هذه الفئة فريق ابتكار من مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال. المرشح الثالث ضمن هذه الفئة
لابتكار المنطقة الحرة بمطار دبي. مبارك لجميع المرشحين لهذه الفئة، نتمنى لهم التوفيق بإذن الله لأخذ توزيع الجوائز الاكتتامية. نذكر بأن الفريق الفائز سيحظى بمكرمة سمو رئيس المجلس التي خصصت 1,000,000 درهم للفريق الفائز. هذه الجائزة المادية تأتي ضمن مجموع الجوائز المادية للأفراد والتي تجاوزت 2,000,000 درهم لجميع فئات جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية. فمن يا ترى سيكون نصيب 1,000,000؟ ومن الفرق ننتقل لقادة هذه الفرق الذين لم يأبوا جهد قيادة النجاح في تطبيق منهجية نموذج دبي للخدمات الحكومية، وقد ترشح في فئة أفضل قائد ابتكار. المرشح الأول، وهم 3 مرشحون يتنافسون على هذه الفئة، السيد عبد الله عبد المجيد الهاجري من هيئة كهرباء ومياه دبي. المرشح الثاني ضمن هذه الفئة، الأخت رعاشة مبارك اللغاني من المنطقة الحرة بمطار دبي. المرشح الثالث ضمن هذه الفئة، الأخت غنيمة حسن البحري من مؤسسة دبي لرعاية المسائل. كل الأمنيات لكم أيها القادة بالتوفيق في هذه الفئة. والآن مع مسك الختام وجائزة الرقم 1 هذه الفئة رفيعة المستوى ضمن فئات جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية، في هذه الفئة نعلن عن أفضل خدمة وردت ضمن قائمة أجندة الرقم 1 للعام 2015 والتي تتنافس جميع الفرق لتحصيلها. ولكن الصدارة كانت ل5 خدمات شهدت النسبة الأكبر من التحسينات خلال هذا العام، نعلنها بدون ترتيب وهي كالآتي: المرشح الأول خدمة الحافلات من هيئة الطرق والمواصلات. الثاني ضمن فئة الرقم 1 خدمة ترخيص الأفراد لمزاولة المهنة من هيئة الصحة بدبي. المرشح الثالث خدمة الخرائط والمخططات من بلدية دبي. المرشح الرابع ضمن هذه الفئة خدمة تثقيف المجتمع من مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال. المرشح الخامس ضمن هذه الفئة خدمة دفع الفواتير من هيئة كهرباء ومياه دبي. أيها الحفل الكريم، نصل الآن للختام الذي وجب لنا فيه أن نشكر حضوركم وتشريفكم. لن نودعكم عند هذه اللحظة، ولكن سنترككم بلا لقاء قريب يجمعنا وإياكم في الحفل الرئيسي لجائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية والذي سيعقد في منتصف ديسمبر المقبل. إلى ذلك التوقيت تقبلوا من مركز نموذج دبي كل التقدير والمحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.